المسؤوليه ديال المركز والاوتور ديال المركز من حارس كما كتعرفوا اليوم كنعيشوا واحد النشاط ديال الافتتاح واحد المشروع مدير للدخل لمستفيد ثلاثة المستفيدين. هاد المستفيدين هادو تلقوا التكوين وكذلك التأهيل في مركز التربوي التأهيلي للأشخاص في وضعية إعاقة. هاد المركز هذا اللي كيندرج ضمن المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تم الافتتاح ديالو رسميا في غشت 2018، وذلك بموجب القانون 1405 المتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. بالنسبه اليوم عشنا اجواء جد مريحه مع المستفيدين ديالنا من خلال انه الجمعيه قامت هنا بدعم هذه المبادره هذه للشباب في وضعيات اعاقه، وقامت بالمواكبه ديالهم من بعد ما تلقوا واحد مجموعه ديال التكوينات في عده مجالات وكذلك عده شعب. نذكر على سبيل المثال عندنا الشعبه ديال الحلويات، وشعبه ديال الطبخ، وشعبه ديال الحلاقه، وكذلك شعبه ديال الفصله والخياطه. هاد الشعب هادو كلهم تيستافدوا منهم المستفيدين ديالنا في المركز. بالنسبه للترونش داج اللي تنشتغلوا معاهم كاينه من 16 سنه حتى ل 30 سنه. هادو اشخاص في وضعيه اعاقه اللي غالبا الاعاقات اللي عندهم تقريبا كتتجاوز ما بين الاعاقه الذهنيه وجميع الاعاقات والخفيفه والمتوسطه. بالنسبه للمركز كيقدم كذلك واحد مجموعه ديال الخدمات بالموازاه مع التربيه الخاصه والتاهيل المهني. المركز كيقدم واحد مجموعه ديال الخدمات كذلك شبه طبيه اللي غادا اون باراليل مع التكوين ديالهم من اجل تنميه المهارات الحسيه الحركيه، وكذلك كاين الترويض الطبي، وكذلك كاين مجموعه ديال الانشطه الدعم النفسي وكذلك المواكبه. هذا الشيء كل شيء عنده الاثر الايجابي ديالو انه كيرفع من المستوى المعرفي ديال المستفيد. بالنسبه للمركز عنده حاليا واحد مجموعه ديال الشراكات مع مجموعه ديال القطاعات، نذكر من بينها مؤسسه التعاون الوطني، وكذلك وزاره التضامن، وكذلك الجماعه الترابيه لانزكان، ومجلس عمل مجلس العمل ديال عمله انزكان يتملول. هاد القطاعات كلشي وهاد المؤسسات هادو حتى هما كيساهموا في التدبير ديال المؤسسه، وكذلك في الميزانيه ديال التسيير ديال هاد المرفق العمومي. بسم الله الرحمن الرحيم. منير امداح، رئيس جمعيه السلام لادماج المعاقين. اليوم كيجي في اطار التتبع والمواكبه لخريجي المركز التابع للجمعيه، لان كيف ما كنعرفوا ان الجمعيه كتوفر على مركز اللي كيوفر للشباب في وضعيه اعاقه مجموعه من التكوينات في تخصصات تراعي القدرات الذهنيه والبدنيه لهذه الفئه، والهدف من ذلك وهو الادماج ديالهم في سوق الشغل. واليوم هو لم يكن وليد الصدفه، وانما جاء بناء على واحد المجهود وعمل تدار مع هاد الشباب من اجل التكوين ديالهم والتاهيل ديالهم للولوج لسوق الشغل. الا اننا كنوجدوا اكراه اللي هو لا زلنا نعاني منه، وهو نظره الفاعل الاقتصادي لهذه الفئه التي تعتبر نظره دونيه، نظره نمطيه تجعل من الشخص يعيش حاله تمييز. لهذا ارتأت الجمعيه بمساعده هؤلاء الشباب عن طريق دعم مشاريع مدره للدخل، كيفما تابعنا اليوم من خلال الافتتاح اللي حضر له مجموعه الفاعلين السياسيين والجمعويين وكذا الاقتصاديين وممثلي التعاون الوطني والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اللي افتتحنا من خلاله ثلاث مشاريع اللي هي عباره عن محلين خاص بحلاقه
الرجال ومحل للتصبين. هذه المشاريع اللي كلفات الجمعيه واحد الدعم اللي كيتراوح واحد 50,000 درهم اللي قدرنا اننا نساعدوا بها هاد الشباب باش انهم يتمكنوا من احداث المشاريع ديالهم. والحمد لله توفقنا بالمساهمه ديال المصلحه الاجتماعيه والاطر التابعه للجمعيه من اجل المواكبه ديال هاد الشباب. والحمد لله اليوم راه هو واحد الوقع اللي هو ايجابي وترك في النفوس ديالنا اثار ايجابي. ونتمنوا انه هذه تكون واحد الانطلاقه من اجل استكمال المسيره، لان باقي الشباب اخرين كيتكونوا في المسار التكويني ديالهم اللي غدا غيحملوا حتى هما يكونوا ياخذوا دبلومات. خاصنا لابد ومن الواجب ديالنا نساعدهم من اجل الادماج في سوق الشغل. وشكرا للمنابر الاعلاميه اللي منهم الدار على المواكبه في جل الانشطه والبرامج اللي كتقوم بها الجمعيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.